أهلا بكم في ملف اليوم معي أنا ماجد الفارسي. سباق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة دخل مرحلة جديدة مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من التنافس للوصول إلى ولاية ثانية. وتحولت الانظار الى نائبه الرئيس الامريكي كاميلا هاريس كونها المرشح الديمقراطي الابرز لمنازله المرشح الجمهوري دونالد ترامب في المعركه الرئاسيه فهل ينجح الديمقراطيون بتوحيد صفوفهم بعد الانقسامات بشان انسحاب بايدن وهل تكون هاريس بديلا مناسبا لمواجهه ترامب إذا أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قراره التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل وأضاف بايدن أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره الانسحاب مشيرا إلى دعمه ترشيح نائبته كمالا هارس لخوض السباق في وجه المرشح الجمهوري دونالد ترامب قرار بايدن جاء بعد مطالبات من عشرات الاعضاء الديمقراطيين بانسحابه من السباق الرئاسي اثر فشله بالمناظره التي اجريت مع منافسه دونالد ترامب وسط تشكيك بقدرته على الحاق الهزيمه به ومع ان بايدن رفض الانسحاب سابقا الا انه توصل للقرار بعد استشارات مع المقربين منه وبعد استطلاعات لرأي تؤكد تراجع شعبيته لصالح ترامب خاصة بعد محاولة الاغتيال وفور قرار بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي أسرعت كاميلا هارس نائبته لإطلاق حملتها الرئاسية سعيا للحصول على دعم الحزب الديمقراطي لمواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب وأجرى مسؤولو حملتها وحلفائها الاتصالات آه. لدعوة المشاركين في مؤتمر الحزب الشهر المقبل إلى دعم ترشيحها لخوض انتخابات الرئاسة وتعهد تاريس بتوحيد الحزب الديمقراطي والأمة وهزيمة ترامب. في السياق أفاد موقع أكسيوس نقلاً عن مصادر مطلعة على كواليس انسحاب بايدن من السباق الرئاسي بأن بايدن وكبار مساعديه متشككون في قدرة نائبة الرئيس كاملا هاريس على الفوز على ترامب في الانتخابات الرئاسيه، وخلص التقرير الى ان فتره هارس كنائبه للرئيس كانت متقلبه احيانا، واتسمت بالتراجع عن المسؤوليات السياسيه المحفوفه بالمخاطر. وقبل ايام اكدت نائبه الرئيس الامريكي كاميلا هارس على رفض العنف السياسي بكل اشكاله، واكدت هارس ان هناك الكثير من الاشياء على المحك. في حال خسر الديمقراطيون الانتخابات القادمة. قبل أيام أصدر الرئيس جو بايدن دعوة للوحدة، وعلى الرغم من وجود ندبة العنف في تاريخنا، إلا أننا لا يمكن أن نقبل أبداً بالعنف. ولا يجب ان يكون ذلك محل جدل، اساس اي ديمقراطيه في العالم هو التنافس بين الافكار والسياسات والرؤى المستقبليه. وفي الوقت الذي ننبذ فيه العنف، علينا ان نتذكر ايضا ما الذي على المحك في هذه الانتخابات. وافضل طريقه نظهر فيها قوه ديمقراطيتنا هو تبادل الافكار بشكل متحضر. واتهم تارس الرئيس السابق دونالد ترامب والحزب الجمهوري بمحاوله انهاء الدستور الامريكي. والقضاء عليه لا يمكنكم أن تدعوا أنكم مع الوحدة الحزب الجمهوري يهدد بإنهاء الدستور الأمريكي والقضاء عليه فخطتهم قاسية جدا وتقسم البلاد وأرادوا أن يظهروا أنفسهم بأنهم حزب الوحدة لكن على العكس تماما فبرنامجهم الاقتصادي مصمم لإعطاء الأولوية لأصحاب المليارات والشركات الكبرى قبل الطبقة المتوسطة أثناء إدارة ترامب للبلاد خسرنا عشرات الآلاف من الوظائف وأكثر من ألف مصنع أغلقت أبوابه لكن أنا ورئيس بايدن أوجدنا ثمانمائة ألف من الوظائف الصناعية الجديدة معنا من واشنطن رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن سيد تشارلز ويلسون ومدينة دينفر في ولاية كولورادو الخبيرة الاستراتيجية الجمهورية سيدة برسيليا رهان أهلا بضيوفي سأبدأ بداية مع سيد ويلسون سيد ويلسون السؤال الأبرز اليوم بعدما رأينا الرئيس وهو يتخلى عن ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة كيف اضاع الديمقراطيون بقياداتهم وبتاريخهم بوصله الترشيح؟ لماذا رشحوا بايدن رغم ما يعرفوه من ضعف الرجل، كبر سنه، عدم استطاعته مواجهه الرئيس ترامب، كيف أضاع... يعني اضعتم هذه البوصله حقيقه؟ إذا في البداية أود أن أشكركم لدعوتي لهذا اللقاء لهذا اليوم وسنوات وعقود مرت منذ أن بدأ الرئيس بايدن خدمته للشعب الأمريكي في مناصبه السياسية التي تولاها وبالتالي الأمر ينطبق بنسبة ما على نائبته وبالتالي هي تستطيع أن تتولى هذا المنصب القيادي الأمر ليس مرتبطا بإضاعة هذه الفرص وليس متعلقا بإضاعة انتباه الجمهور بشأن القضايا التي يقدمها الديمقراطيون الديمقراطيون يريدون أن يسعوا نحو الأمام قدما وأن يركزوا على تلقي الدعم سواء كان لبايدن او فيما مضى او لهاريس وبالتالي قد تتاح فرصه حاليه امام نائبه الرئيس لخوض الانتخابات. سيد ويرسون سالتك سؤالا واضحا هنا بغض النظر عن الذهاب لترشيح كاميلا هارس، لماذا رشحتم بايدن وانتم تعرفون بانه يعني كبير في العمر ضعيف امام رئيس ترامب وهذا ما رايناه في المناظره هل كان هناك خطا في البيت الديمقراطي الداخلي إذا هذا لم يكن خطأ مطلقا ولكن توجد بعض التداعيات سياسية تحدث بشأن عملية الترشيح وبالتالي ما يتعلق بقيادة الرئيس بايدن للديمقراطيين هذا قرار اتخذ وتوجد عملية تتبع في هذه الإجراءات وربما قد نقرر قد تقرر حاليا إفساح الفرصة لنائبة الرئيس وهذا الأمر كان قد اتخذ وبالتالي الديمقراطيون ما زال لديهم الحوافز والدافعية لأن يكسبوا الانتخابات وأن يفوزوا بها على العموم قد تكون تكلفة كبيرة هنا لكن سيدة راهان اسالك هنا ترامب او الرئيس السابق ترامب وهو المرشح الجمهوري يقول ان النصر على كاملا هارس سيكون اسهل من الرئيس الحالي بايدن. آه على ماذا تم الاعتماد هنا على هذا الحديث؟ وايضا الى اي مدى هي دعايه سياسيه ام حقيقه؟ Well, I think it's absolutely اظن ان هذه حقيقه آه، آه، مؤكده ان ما ان حينما كانت هاريس نائبه للرئيس بايدن اذا نعود مره اخرى الى سنوات مضت من من المناظرات الرئاسيه المتعلقه بهذا الامر هذا الامر قد يكون فيه بعض الامور المتعلقه بهذه المشكلات التي يواجهها الديمقراطيون واستطاعت او كانت هاريس نائبة لبايدن وكانت تعمل مع بايدن على مدى سنوات مستمرة وهذه الحملة ربما تستمر لفترة تالية سيدة رهان يعني بالنسبة للقواعد الجماهيرية للجمهوريين هم هل يتساءلون لماذا تم ترشيح الرئيس بايدن رغم ضعفه امام الرئيس ترامب؟ هل هناك اجابات لديكم؟ بشكل واضح نحن نريد أن ننظر إلى ما مضى في خلال السنوات القليلة الماضية كما هاريس كانت لديها إجراءات اتخذتها وتسببت في في مشاكل كثيرة على الحدود وكذلك ما حدث في دنفر ما يزيد على مئات الآلاف من المهاجرين غير القانونيين في دنفر هذه المشكلة تحتاج إلى موارد وإلى تكاتف من الجميع لحل هذه المشكلات، إذا هذه بعض المشكلات التي تسببت من طرف هاريس حين نستمع إلى ترامب وهو يتحدث عن الاقتصاد ومنظوره لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الازدهار هذه كلها فيما فيما يتصل بالنجاحات التي حققها دونالد ترامب، استطاع دونالد ترامب حقيقة طيب. أن يحقق نجاحات عديدة وهذه النجاحات مشهودة او مشهودة في الحياة اليومية للناس ونستطيع ان ننظر الى قدرته على حل مشكلات التضخم ونحن الامريكيين نرى ان سوف نرى تغيرا قريبا في هذا الامر. انا ساعود اليك سيد راهان كثير ايضا من يعني المشاكل التي تسبب فيها الرئيس ترامب اثناء جولته يعني او سدته الانتخابيه الرئاسيه الاولى. أه سيد ويلسون اليوم نحن نتحدث عن السيدة هارس ما يعرفه الأمريكيون عنها بأنها تتجنب الملفات الكبيرة الملفات الحساسة أيضا عاشت في ظل الرئيس ترامب الرئيس بايدن خلال الأربع سنوات الماضية لم يكن لديها شخصية معروفة لدى الأمريكيين هنا السؤال الأبرز هل تستطيع مقارعة الرئيس ترامب باعتقادك حقيقة اؤكد على ذلك على ان على قدره هاريس على ان تواجه الرئيس ترامب بشجاعه وان تكون قادره على ان تتحمل تبعات هذه المواجهه وبالتالي حين ننظر إلى تلك المشكلات التي يواجهها التي تواجهها البلاد كذلك قد يحتاج الأمريكيون أن ينظروا إلى هذه القرارات التي اتخذها دونالد ترامب وتسبب فيها من مشكلات هي هاريس هي امرأة قوية وتستطيع أن تواجه هذه المواجهة بقوة وشجاعة تلك هي بعض سمات شخصية نائب الرئيس وبالتالي قد تتاح لها الفرصه لهذا الامر فيما يتعلق بمشكلات الحدود وما كان من مشكلات ايام او في اثناء ولايه الرئيس بايدن ما تزال امامها الفرصه لان تخوض هذه الانتخابات وان تثبت جدارتها على مدى سنوات وما زال امامها فرصه لان تستمر في اداء عملها بقوه وان تؤدي عملا رائعا ولكن قد توجد بعض الحلول التي قد تطرح أمامها ونحتاج يحتاج إليها الجمهوريون عفوا يحتاج إليها الديمقراطيون وبالتالي ما زالت بعض المشكلات مطروحة أمامها لكنها ستكون قادرة على أن تتلقى الدعم من حزبها سيدة رهان اليوم كانت يعني هناك بيانات مختلفة لشكر الرئيس بايدن من دول مختلفة حول العالم لما قدمه للاوروبيين للاسرائيليين وهكذا وكانه اخر يوم للرئيس بايدن بعد يعني تركه لعملية الترشح هل الجمهوريين يعني متاكدين ومصرين على مسألة استقاله الرئيس بايدن هم قالوا نريد ان يستقيل هو غير مؤهل لاكمال هذه السده من الحكم هل هذا يعني ممكن ان يكون طلبا رسميا في الايام القادمه لا أدري إذا كان سيدة رهان تسمعني طيب يبدو هناك مشكلة في الصوت للوصول إليها لكن سأكمل مجموعة من الأخبار المرتبطة بهذا الملف ثم أعود إلى ضيوفي ورغم إعلان عدد كبير من الديمقراطيين دعمهم لهارس لأن إلا الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي لم يعلنا حتى اللحظة تأييدهما لترشيحها لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويضاف إليهما كل من زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفرز ابرز المؤيدين لترشيح هارس لمنافسه ترامب في السباق الرئاسي نتعرف عليهم في العرض التالي من ابرز المؤيدين لترشيح هارس حاكم ولايه كاليفورنيا جافن نيسوم حيث راى انها الافضل لمواجهه ترامب اما حاكم ولايه بنسلفانيا جوش شابيرو فاعلن تاييده لهارس عن الحزب الديمقراطي ويؤكد انه سيفعل ما بوسعه لدعمها من المؤيدين أيضا لترشيح كاملا هارس حاكم ولاية كارولانيا الشمالية روي كوبر إذ قال أن لديها ما يلزم لهزيمة دونالد ترامب وقيادة بلادنا بشكل مدروس ونزيه كما أيد حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس نائبة الرئيس كاملا هارس عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة كما دعم أيضا وزير النقل الأمريكي بيت بودجيج ترشيح هارس وأكد أنه سيفعل كل ما بوسعه لمساعدتها في الانتخابات من جانب أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون المناخ جون كيري دعمه وحث الأمريكيين على جعلها رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية القادمة وقبل قليل أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن حاكم ولاية كنتاكي الديمقراطي أندي بيشر أعلن تأييده ترشيح هارس للرئاسه ايضا. ومواكبه لملف اليوم، كنا قد طرحنا السؤال التالي عبر منصاتنا. هل تكون كمل هارس خيار الديمقراطيين الافضل لمواجهه ترامب؟ جاءت الاجابات كالتالي 58% في المئة صوتوا بنعم، بينما صوت 42% من المستطلعه ارائهم بلا. اعود الى ضيوفي وابدا مع السيده راهان، لا ادري اذا السيده راهان تستمع لي الان، لكن اسالك سيده راهان الشهر القادم سيكون اجتماع يعني عام وسنوي طبعا للديمقراطيين، هل باعتقادك سيختارون كاميلا هارس؟ ام ان هناك سيكون اصوات مختلفه بناء على صمت الرئيس اوباما ونانسي بيلوسي ايضا الذي نراه الان. طيب لا ادريك هل هناك مشكلة في الوصول للسيدة رهان او السيد ويلسون؟ طيب سيد ويلسون سانتقل منك بهذا السؤال اتمنى ان تكون تسمعني او يعني تتوفر الترجمه لك حاليا سيد ويلسون سالت يعني سالت السيده راهانسه اسالك بنفس السؤال هذا هل هناك اجماع وسط الديمقراطيين حول ترشيح كاميلا هاريس؟ راينا صمتا لدى الرئيس السابق اوباما لدى نانسا بيلوسي الان هناك كثير من الدعم من بعض حكام الولايات وليس كلهم. هل الترشيح سيكون كاملا لكاميلا هاريس ام اننا قد نرى اصوات متضاده؟ إذا أظن أن هذا الأمر هذا الـ 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 الانقسام بين القس... بين المرش... بين بين الديمقراطيين في تقديم الدعم لهاريس ما زلنا نحتاج إلى أن ننظر إلى هذه الأشياء في خلال الأيام التالية الرئيس أوباما ربما لا يريد أن يفصح بشكل واضح عن الشخص الذي يدعمه في هذه المرحلة الحالية وبالتالي هذه هي الأمور ببساطة هذا الوقت للحزب الديمقراطي أن أن يكمل ما كان في خلال فترة الرئيس بايدن وبالتالي نحن نفهم بعض نفهم الآن أن كمال رئيس ما زال لديها نقاط قوة عديدة تجعلها مؤهلة ومرشحة لهذا الأمر تستطيع أن تؤدي عملها على أفضل ما يكون. وربما تكون هي الرابحه هي الرابحه في الانتخابات التي ستجرى وتكون هي من يشغل البيت الابيض في شهر يناير المقبل ولكن ما زلنا ننتظر الى بعض القرارات التي تتخذ بهذا الشان فهي ما زالت نائبه الرئيس وهذا امر مهم وكذلك قد توجد بعض الفرص لها لان تقدم دعمها وخدمتها لامريكا انا أظن أننا أظن أنني واثق من أنها ستستطيع أن تقدم خدماتها على أكمل وجه إذا ما أتيحت لها الفرصة سيدة رهان الناس يعني بدأت تنسى مسألة أن الرئيس ترامب هو محكوم جنائيا لديه الكثير من القضايا ليس فقط في أمور أمواله الخاصة ولكن حتى في مسألة اقتحام مبنى الكابيتول الذي أدهش العالم يعني اه إلى أي مدى يعني صورة محاولة اغتيال الرئيس ترامب أنست المواطن الأمريكي هذه الصورة؟ وهل ممكن لكاميلا هاريس أن تعود بها وبالتالي تشوش على هذه الأرقام الجيدة له الآن؟ إذا أظن أن الأمريكان قد نسوا تلك المشكلات حقيقة ولكن جو بايدن حاول أن يستخدم العدالة كسلاح مشهرا في وجه الرئيس ترامب وبالتالي الإجابة على هذا السؤال هل الديمقراطيون سيكونون محتشدين خلف كمالا؟ نظن أن الحزب هنا والمانحون هنا ربما. تتعلق بهم امور ولكن ما زلنا ننتظر المؤتمر الذي سيعقده الحزب الديمقراطي وننظر العمليه التي ستتم خلالها وبالتالي سننظر الامريكيين وكيف يحسمون امرهم بشان من يكون الرئيس حتى الان انا اراهم ان الديمقراطيين لم يكونوا ناجحين حتى الان وهذه فكره قد تكون جيده وذلك ما يتعلق بالسؤال المتعلق بان الرئيس بايدن يدعم هاريس السبب في ذلك هو المال مال المانحين وبالتالي اظن اننا اذا ما تحدثنا عن ان لنا ان نخيب ظنون الامريكيين فينا لا اظن اننا سنخيب هذه الظنون فيما يتعلق بسياسات الرئيس بايدن ما زالت حين تحدث هؤلاء المترشحون أو الناخبون لم يقرروا بعضهم لم يقرر رأيه بعد طيب. أه ب... سيد ويلسون وصلت إلى الآن حملة تبرعات من الأمس إلى اليوم إلى 50 مليون دولار للسيدة كاميلة هارس أه البعض يتساءل هل هذا الدعم يعني أه جيد لها في اعتقادكم أيضا مسألة أنها من أصول ملونة ، يعني من أصول إفريقية وهندية أيضاً ، هل يعطيها زخماً أكبر في عملية الترشح ؟ Yes, يس أكي أكيد أظن أن هذا الأمر مهم جدا وقد توجد تلك الفرص فيما يتعلق بتلك الأموال على أموال الممنوحين كذلك تتوفر لها فرص بشأن لونها وبشأن كونها امرأة تترشح لهذا المنصب لا ينبغي أن ننسى المساله المتعلقه بالانحيازات التي قد تكون لهذا الامر وقد تجاوزها الديمقراطيون حين رشحوها لمنصب نائبه الرئيس وبالتالي هذه النقاط قد تكون لصالحها واظن لا ادري اذا كانت زميلتي تنظر الى المؤتمر الذي سيعقد في المرحله التاليه ونريد ان ننظر الي سياسات دونالد ترامب وسعيه لتولي ريا ولايه رئاسيه جديده في المغرب في الفتره المقبله نظن ان الـ الامريكيون ما زالوا يحتاجون الى الدخول في حوار وحتى ما فيما يتعلق بالرئيس بايدن وكذلك الحزب الديمقراطي وما زال الامر امامنا متاحا كثيرون من الناس ما زالوا لا يريدون ان يروا الرئيس السابق ترامب يعود مره اخرى الى رئاسه الـ إلى رئاسة أمريكا وإلى منصبه في أو إلى مكتبه في البيت الأبيض ما زلنا ننتظر الانتخابات التي سوف تجرى في نوفمبر ونتوقع أن يفوز بها الديمقراطيون طيب أشكرك جزيلا من واشنطن رئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن سيد تشارلز ويلسون من مدينة دينفر في ولاية كولورادو الخبيرة الاستراتيجية الجمهورية سيدة بيرسيلا راهان شكرا جزيلا لكما نهايه ملف اليوم غدا ملف جديد فما